فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الإبانة، ما زلنا نتكلم عن الخصومات، التحذير من المراء والجدال في الدين، والتحذير من أهل الجدل والكلام. لحظة. قال أبو طلحة أحمد بن محمد الفزاري قال حدثنا عبد الله بن خبيق القبيق قال حدثنا عبد الله بن داود قال الأعمش السكوت جواب، يعني السكوت عن هؤلاء جواب. زي هذا الذي دخل سيء الأدب ويعني أساء الأدب وتعدى، فمثل ذلك يطرد ولا يرد عليه. لكن الأول يهان على أن أمه لم تربيه، وأنا طبعا لما أقول أمه لم تربيه أنا أرجع بذلك إلى مالك، لأن أنا لا أتحرك ولا أتكلم إلا بسلف. مالك أمه عممته وقالت له اذهب لربيع الرأي فتعلم من دله وسمته قبل أن تعلم من كان، فأمه أساس. فلما يدخل واحد زي ده جاهل من الرعاع ويقول لمستم لا يتقدر، هذا الغبي ما يعني ما عارف حتى كيف يتكلم. فأمه لم تربه، حفظكم ربي جميعا. فهنا قال السكوت جواب، فالسكوت عن ذلك يطرد ويسكت عنه وانتهى الموضوع. لكن كما قلت يبوء بكل ذلك فطائفة ميع جمع التي جرأت العامة والرعاع أمثال هؤلاء على أهل العلم. وطبعا نحن سنعيد الأمر للنصاب بإذن الله، نقاتل من أجل ذلك. كل سيء الأدب ما ربي سنقطع لسانه بإذن الله تعالى. رضاك يا حمدي، ماذا أفعل معك أيها العدوي؟ حفظك ربي حبيبي، أمين. وحدثنا دريد قال حدثنا الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعته شبيب ابن شيبة يقول من صبر على كلمة حسماء ومن أجاب عنها استدرها، يعني إن سكت عنها وغض الطرف خلاص حسماها، انتهى الموضوع. لا، احنا لا نتكلم على ذلك، نتكلم على أن أساس التربية من الأم، وهي إذا أدت ما عليها لا تلام. لكن احنا بنتكلم على أن التأصيل العام أن الأم هي التي تعلم وتركز وتعطي في القلب أسس التربية. لما يشرد أحد بقى هذا نادر، والنادر لا حكم له. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مما فإن كنت من يريد الاستقامة ويسر طريق السلامة فهذه طريق العلماء وسبيل العقلاء، ولك فيما انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية. وإن كنت ممن قد زاغ قلبه وزلت قدمه فأنت متحيز إلى فئة الضلال وحزب الشيطان، قد أنست بما استوحش منه العقلاء ورغبت فيما زاهد فيه العلماء، وقد جعلت لقوم بطانتك وخزانتك، وقد استبشر جوارحك بلقائهم وأنس قلبك بحديثهم، فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم وطريقك إلى محادثتهم، أنك تريد بذلك مناظرتهم. يعني ده السبيل اللي دخل عليه في هذا الباب، يعني خلاه يسمع لهؤلاء. وإقامة الحج عليهم ورد بالهم إليهم فإن تكوا بهرجتك كما بيناها ممس أيضا. خفيت على أهل الغفلة من الآدمين فلن يخفى ذلك على من يعلم خيات الأعين وما تخفي الصدور، فتسقط سقطة عظيمة. وأتى بأبيات شعر نمررها، وقال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي كان الشافعي ينهى نهي شديد عن كلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه أخي قد كفرت، والعلم إنما يقال فيه قد أخطأت. شوف هنا، يعني هؤلاء يقولون قد كفرت أما يكفرون مخالفهم، يعني والعلم أن تقول قد أخطأت، والعلم أن تقول قد أخطأت. أشوف حاتم يسعدني بكلماتي، قال أنا طلع نقيق الدجاج، ما نعم أصلا الفروج، نعم رضي الله عنك يا حاتم، هم أصلا لا يسوون ذلك أيضا. وقال المصنف حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا ابو حاتم قال اخبرنا حرمله قال سمعت الشافعي يقول لم ارى احدا من اصحاب الاهواء اكذب في الدعوه ولا اشهد بالزور من الرافضه. شوف كلهم مع اصحاب الاهواء كلهم فيه الكذب والزور، لكن اكذبهم هم الرافضه. ولذلك قلت الشعبي قال لو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما، ولو خلقهم الله جل في علاه يعني بهائمه لكانوا حميرا. رضاك امنذ احسن الله عليك يا حبيبي. هو المساله مش 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 يعني لا تقف، لأنه هؤلاء ليس فيهم شيء من حتى من المروءة. قال الشيخ فإن قال قائل فهذا النهي والتحذير عن جدال في الأهواء والممارة لأهل البدع قد فهمناه، ونرجو أن تكون لنا فيها عظة
ومنفعة. فما نصنع بالجدل والحجاج فيما يعرض من مسائل الأحكام والمسارد، فإن نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرا في الجوامع والمسارد، ولهم بذلك حلق ومسادد. فإني أقول له: هذا لست أمنعك منه، ولكني أذكر لك الأصل الذي بنى المسلمون أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسسوه ووضعوه. فمن كان ذلك الأصل أصله هو قصده ومعوله، فالحجاج والمناظرة له مباحة، وهو مأجور. ثم أنت أمين الله على نفسك، فهو المطلع على سرك، فاعلم رحمك الله أن أصل الدين النصيحة، وليس المسلمون على شيء من وجود النصيحة أفقر ولا أحوج، ولا هي لبعضهم على بعض أفرد ولا ألزم النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين، به أديت الفرائض رب العالمين. فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظرتهم في أبواب الفقه والأحكام الصحيحة بالنصيحة، واستعمال الإنصاف والعدل ومراد الحق الذي به قامت السماوات والأرض. فمن النصيحة أن تكون تحب صواب مناظرك أو سوءك خطأه كما تحب الصواب من نفسك وسوءك الخطأ منها. فإنك إن لم تكن هكذا كنت غشا لأخيك وجماعة المسلمين، وكنت محبا أن يخطئ في دين لا أن يكذب عليه أو يكذب عليه ولا يصيب الحق في الدين ولا يصدق. فإذا كانت نياتك أن يسرك صاب مناظرك ويسوءك خطأه فأصاب وأخطأت، لم يسوءك الصواب ولم تدفع ما أنت تحبه، بل سرك ذلك، يعني أسعدك وتترقاه بالقبول والسرور والشكر لله عز وجل حين وفق صاحبك لما كنت تحب أن تسمعه منهم. فإن أخطأ ساء كذلك، وجعلت همتك التلطف لتزيله، لأنك رجل من أهل العلم يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحق، فإن كان عندك بذلته وأحببت قبوله، وإن كان عند غيرك قبلته، ومن دلك عليه شكرت له. فإذا كان هذا أصلك وهذه دعواك، فأين تذهب عما أنت له طالب وعلى جمع حريص؟ ولكنك والله يا أخي تأبى الحق وتنكره إذا سبقك مناظرك إليه، وتحتال لإفساد صوابه، وتصيب خطأ وتصوب خطأك وتغتاله، وتلقي عليه التغاليظ وتظهر التشنيع، ولا سيما كأن في عينيك وعند أهل مجلسك أنه أقل علما منك، فذاك الذي تجحد صوابه وتكذب حقه، ولعل الأنف تحملك إذا هو احتج عليك بشيء خالف قولك. فقال لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لم يقله رسول الله، فجحدت الحق الذي تعلمه. أعوذ بالله، يعني المناظرة للمناصرة، المناظرة للمناصرة أو المغالبة، أعوذ بالله. فجحدت الحق الذي تعلمه ورددت السنة، فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغير بها معنى، يعني تتكلف في التوجيه. نعم، يقول وصرفت الحديث إلى غير وجهي، فإذا أردت أن يخطئ صاحبك، فإن كانت إرادتك أن يخطئ صاحبك خطأ منك واغتنامك بصوابي غش فيك وسوء نية للمسلمين، أعوذ بالله. يا رب اغفر لنا. فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من غير ونصر الخطأ في نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره أو ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعدما علمه له فهو من المتكبرين على الله، أعوذ بالله. ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان، فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. شوف، انظروا النصائح العظيمة. قال: فإن نظرتها لابد أن تناظر لإظهار الحق ولإبطال الباطل. وهذه فيها دلالة على هؤلاء المميعين أصحاب من يجمع أن المسألة عند الله واحد، الحق واحد غير متعدد، لكن لابد من إظهار الحق المناصحة وطلب الحق، لا طلب المغالبة والمناصرة والمكابرة. وأيضا تحب أن يكون الحق مع من يناظره، كما قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه، كما فعل ابن حزم عندما غالب بقوته وبحسن عرضه وعلم أن الحق مع غيره، ذهب إلى كل المجلس وقال: الحق كان معه وأنا غلبته. رضي الله عنكم صالح أحسن الله عليكم. فهذا أمر عجيب، يعني لابد أن تكون ناصحا أمينا وتكون صادقا في النصيحة، لا مغالبة ولا مكابرة، لأن هذا سيجعلك ترد كتاب الله جل في علاه أو تؤوله تأويلا باردا أو تلوي عنق النصوص حتى تنصر نفسك على من يناظرك. ولذلك قال: بلغني عن حسن بن عبد العزيز الجروي المصري أنه قال: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت أحدا قط
فأحببت أن يخطئ، وما في ظني علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إليه. شوف صدق، صدق مع الله، صدق مع الله وإخلاص. وبلغنا عن حرمال بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس وهو أجر عليه ولا يحمدوني لا يذكروني، يتعلمون ولا يتعلمون علمي ولا ينسبون لي حرفا. وقال الزعفراني سمعت الشافعي يحلف ويقول ما نظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. فهكذا أنت يا أخي بالله عليك إن ادعيت ذلك فقد زعمت أنك خير من الأخيار، خير من الأخيار وبدل من الأبدال. والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة لا مناظرة، مكايدة لا مناصحة، ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير البلدان، فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة والنصرة الخطأ أن تحمر وجوههم وتدر عروقهم وتنتفخ أوداجهم ويسيل لعبهم ويزحف بعضهم إلى بعض، حتى ربما لعن بعضهم بعضا، وربما بزق بعضهم على بعض، وربما مد أحدهم يده إلى الحياة صاحبه. وقد شهدت حلقة بعض المصدرين في جامع منصور، فتناظر أهل المجلس بحضرته فأخرجهم غيظ المناظرة وحميد المخالفة، إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته، أعوذ بالله. شوف وصل القصف الآن، ده اللي بيحصل في زماننا في هذا الباب، وأنسبون لهم ما ينسب، وأيضا يأتون إلى 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 السمات الشخصية أو خصوصياته يريدون يتكلمون فيها من أجل أنهم كما قلت ما عندهم قوة في المغالبة. فحسبك بهذه الحالة بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم يعني في كيف تسمى العلم وترشح للإمامة والفتية، ولقد رأيت المناظرين في قديم الزمان وحديثهم فيما رأيت، ولا حدثت ولا براني أن مختلفين تناظر في شيء ففرجت حجة أحدهم وظهر الصواب وأخطأ الآخر، وظهر الخطأ فراجع المخطئ عن خطأه ولا صبا إلى 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 صواب صاحبي، ولا افترق إلا على اختلاف المبينة، وكل واحد منهما متمسك بما كان عليه، ولربما علم أنه على الخطأ فاجتهد في نصرته. وهذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعوذ بالله من المكابرة، ونعوذ بالله من المغالبة والمناصرة والوجاهة والسلطان وحب الظهور. وقال سمعت بعض شيوخنا رحمه الله يقول المجالسة المناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة المناظرة غلق باب الفائدة. حسبك هذه الكلمة أصلا ترجع إليه وتحمل أمورك كلها عليه، أو ما حكيته لك من أفعال المناظرين. وقال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حدثنا أبي عن أبي علي محمد بن سعد عن حسين بن الأسود البشناجي قال مصاور الوراق كنا من العلم قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا نظروا وضجوا كأنهم ثعالب صوتت بين النواويس، أما العرب فقوم لا عطاء لهم، وفي الموالي علامات المفاليس، قاموا عن السوق إذ قلت مكاسبهم وأحدثوا الرأي والاختار والبوس. قال وقت العريب تصغير العرب، وهذه بذلك يكون بفضل الله قد تم لنا الجزء الثالث، ونذهب إلى الجزء الرابع. الجزء الثالث أفضل ما ختم به المصنف هو أن المناظرة للمناصحة فيها الفائدة وفيها الوصول إلى الحق وفيها نصرة الدين وانتشار السنة وقمع البدعة، والمناظرة للمغالبة والمكابرة والوجاهة والسلطان ففيها الشيطنة وفيها الإفلاس وفيها أيضا المكابرة على ما جاء عن الله وعن رسوله، وفيها أيضا لا يعنق النصوص هوى من أجل أن يصل إلى ما يريد نصرة لنفسه. نسأل الله أن يحفظنا يحفظكم، وأن تكون المسألة على الإخلاص لا على المغالبة ولا على التشفي ولا على الشماتة، هذا أمر يكون فيه ما فيه من السوء. لكن الآن الوقت أزف فيه فأستأذن حضراتكم من أجل الصلاة والجنازة، سامحوني. رضي الله عنكم وحفظكم ربي، ومن عملكم صالحة وجعله وجه خالصة وزجعه في أشياء. نعم كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحت مسألة الكبرى المشتبه. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفوائد إحقاق الحق بإخلاص النية. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.